وأهلا بكم مشاهدينا في مقابلة خاصة جديدة نستعرضها معكم وللحديث أكثر عن مواضيع جديدة. هذه المرة ومع عودة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى العالم العربي للمرة الأولى منذ عقدين، أشار تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وذلك صادر عن IMF إلى توقعات بتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلى مستويات 2% هذا العام، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بتشديد السياسات الهادفة إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي. للحديث أكثر عن هذه الملفات والمواضيع ينضم إلينا سيد جهاد أزعور وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. أهلا بك سيد جهاد وشكرا لتواجدك معنا. شكرا على استضافتك. يعني سيد جهاد، بداية دعنا نتحدث عن آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة وتحديدا يعني اليوم ندخل في الربع الأخير من العام 2023، ما هي توقعاتنا للآفاق الاقتصادي لنمو المنطقة وتحديدا في ظل التباطؤ المتوقع من طرفكم؟ برأيكم ما هي الآن اليوم العوامل التي أدت أو ترونها متسببة في هذا التباطؤ المرتقب؟ ما في شك انه العام 2023 مثل ما تفضلتي هي شهر طوارئ بعد عام 2022 اللي كان مستوى التعافي فيه جيد جدا، حيث العام الماضي كانت نسبه النمو 5.6%. ما هي اسباب تباطؤ هذا العام؟ اربع اسباب رئيسيه. السبب الاول هو التباطؤ اللي عم نشهده على صعيد الاقتصاد العالمي ككل، مصحوب بالتراجع الاقتصادي بدول الصناعية أيضا بالصين، وهذا كان له انعكاس على الحركة الاقتصادية والحركة التجارية. العنصر الثاني هو تقليص الإنتاج النفطي بعملية تمديد اتفاق أوبك بلس والتخفيض الإضافي اللي قامت فيه بعض الدول كالسعودية مثلا. هذا كان له انعكاس على حجم النمو بالقطاع النفطي بالعام 2023. ثلاثة، السياسات المالية والنقدية المتشددة لتخفيف مخاطر ارتفاع مستويات التضخم والتقلبات المالية اللي عم يشهدها الاقتصاد العالمي، كمان عملية لجم التضخم كان لها انعكاس على النمو. أخيرا أيضا كان في هناك حالات خاصة لبعض البلدان بالمنطقة اللي تعرضت أو لأزمات سياسية مثل السودان أو لأزمات مناخية أو لكوارث طبيعية اللي كمان كان له انعكاس على مستوى النشاط الاقتصادي لهذا العام. ما توقعنا انه العام المقبل سيكون هناك تحسن وستتحسن مستويات النمو من 2% عام 2023 الى 3.4% كمعدل وسطي مع اختلاف كبير بين الدول واوضاعها. يعني السيد جهاد، ربما أشرت إلى ملف التخفيضات الطوعية التي قامت بها المملكة العربية السعودية وشاهدنا كيف تفاعلت معها أسعار النفط، يعني وصلنا إلى تقريبا كنا قد نلامس مستويات $100. اليوم هل ترون أن أسعار النفط التي وصلناها مهددة لعمل البنوك في السيطرة على التضخم من جهة وتحديدا في الدول العربية المستوردة للنفط؟ بالواقع مشكلة التضخم جزء منها متأتي من الطاقة وجزء منها متأتي من أسباب أخرى، ارتفاع الأسعار خاصة للمواد الأولية والغذائية بسبب حرب أوكرانيا كان له تأثير. السبب الآخر اللي هو ارتفاع مستويات التضخم عالميا بعد جائحة الكورونا. اليوم اللي عم نشهده هو التالي، هناك عام 2023 سيكون عام تحول، نسب التضخم ستبدأ بالتراجع تدريجيا بالعام 2023 والعام 2024 مع بعض الأوضاع اللي هي لبعض البلدان ما زالت بنسب مرتفعة. هون من الضرورة تقسيم المنطقة إلى عدة أقسام. دول الخليج مكنت خلال الأعوام الماضية من إبقاء مستويات التضخم ما دون 5%، دول أخرى من خلال السياسات أيضا حافظت على مستويات تضخم منخفضة مثل الأردن مثل المغرب، ودول أخرى ما زالت اليوم تواجه هذه الأزمة، ومن المتوقع أن يتم من خلال السياسات النقدية أي ضبط ولجم مستويات التضخم لتخفيض الأسعار أن
تبدأ نتائج هذه السياسات بالظهور عام 2024. هون عم بحكي على دول مثل مصر، مثل تونس وغيرها من دول المنطقة. طيب بالنسبة لدول الخليج اليوم، ما هي مستويات أسعار النفط التي ربما ترونها داعمة للمالية العامة ومن جهة وكذلك لاقتصاد المنطقة؟ بما يتعلق بالدول النفطية وخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، من الضرورة التذكير أنه خلال الأعوام الماضية والعام الحالي والأعوام المقبل، مستويات النمو بالقطاع الغير نفطي كانت جيدة جداً وحافظت على مستواياها بالرغم من تراجع معدلات النمو بالقطاع النفطي، وهذه تطور جديد عم نشهده خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث قاطرة النمو اليوم هي القطاع الغير نفطي. بما يتعلق بالمالية العامة، دول المنطقة ودول الخليج خلال الأعوام الماضية وسعت مروحة الإيرادات لتكون أقل اعتماداً على الإيرادات النفطية، وعم نشهد يعني بهذا المجال تطور نوعي، حيث الإيرادات الغير نفطية عم تشكل سنة بعد سنة عنصر أكبر بتمويل الدولة. النقطة الثالثة اللي هي كمان نقطة مهمة هو الانتقال من سياسة مالية قصيرة المدى إلى برمجة مالية على 3 إلى 5 سنوات، وهذا الأمر بيعطي من جهة ثقة أكبر ومن جهة أيضا مرونة عندما يكون هناك ضرورة لمواجهة تباطؤ أو لرفع مستوى الإنفاق. هذا ممكن مع الحفاظ على مستويات الاستقرار على المدى المتوسط، اخذين بعين الاعتبار دول الخليج مختلفة بموضوع مستوى الاحتياطات. الدول التي لديها احتياطات عندها القدرة أن تمارس مرونة أكبر، الدول التي لديها احتياطات أقل عليها المحافظة على عملية استقرار مالي من خلال سياسات مالية متشابهة. طيب دعنا ننتقل هذه المرة إلى مصر. يعني ملف تحرير سعر الجنيه المصري كان ربما من أحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي فيما يخص للوصول لاتفاق، مع العلم بأن شهر ديسمبر بنهاية هذا العام مصر لديها انتخابات رئاسية. هل تتوقعون بأنه لن يكون هناك فرصة لمصر لتحقيق الاتفاق مع الصندوق في ظل الترقب يعني والتجهيز للانتخابات الرئاسية، وهل لا يزال موضوع أو ملف تحرير سعر الصرف شرط أساسي لديكم كذلك؟ بالحقيقة مثل ما بتعرفي حكينا بالموضوع أكثر من مرة، البرنامج مع مصر يرتكز على 4 محاور أساسية. محور منه له علاقة بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد المصري من التقلبات الخارجية يلي عم تزيد وخلال العامين الماضيين كان لها تأثير سلبي. حماية مصر من هذه التقلبات يساهم بتعزيز الاستقرار ورفع مستوى قدرة الاقتصاد على التصدير. المحور الثاني هو محور دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل. المحور الثالث السياسه الاجتماعيه لتامين حد اكبر من الحمايه الاجتماعيه نظرا للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بالاعوام الماضيه. المحور الاخير حجم القطاع العام، دور القطاع العام، قدره القطاع العام على اذا بدنا نقول ان تكون مساند وليس منافس للقطاع الخاص. هذه الاهداف ما زالت اهداف اساسيه لنجاح عمليه النهوض الاقتصادي بمصر. هناك تقدم على هذه المحاور، هذا التقدم مستمر، هناك تعاون وحوار بين فريق الصندوق والسلطات المصرية. خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك زيارة لبعثة الصندوق إلى مصر للنظر بالتقدم بهذه الإصلاحات. الأهم هو أن ينتقل الاقتصاد المصري من مرحلة معالجة مشكلة الصدمات الأخيرة منذ جائحة الكورونا إلى الآن إلى مرحلة إعادة الانتعاش باستقرار اقتصادي، أي بمستويات تضخم منخفضة يعني اليوم ارتفعت وأصبحت تشكل عبء اجتماعي، بمستويات نمو مرتفعة وبتدفق استثمارات أعلى. ولكن السيد جهاد، إلى أي مدى يعني نتوقع الوصول إلى اتفاق قبل نهاية 2023؟ ما بتعرفي البرنامج قائم منذ بداية العام، وعمليات المراجعة مش محددة بالوقت، محددة بتقدم العمل. سيكون هناك بعثة بعد اجتماعات الصندوق للوقوف على تقدم العمل
وبعد هذه البعثة ممكن أن يكون في هناك وضوح أكثر بين المهل الزمني. طيب، شاهدنا كذلك ربما بعض المواضيع ملفات يعني خلال الفترة الماضية، أبرزها توسع مجموعة البريكس، يعني نتحدث عن انضمام الإمارات، السعودية، إيران ربما لهذا التجمع مع مطلع 2024. اليوم كيف تقيمون هذا التجمع الاقتصادي، خصوصا أنها دول ذات وزن في ملف الطاقة، مع العلم بأن روسيا كذلك ضمن هذا التجمع؟ بالواقع خليني ابتدئ من نقطة السياسات الإقليمية. هناك سياسات واضحة على الصعيد دول المنطقة لتوسيع مروحة التعاون الاقتصادي، خلق شراكات جديدة وأن تكون من ضمن التكتلات الاقتصادية الكبرى، وهذه أمور تساهم بعملية توسيع حجم الاقتصاد وشبك أكبر بالاقتصاد العالمي، وهذه عنصر إيجابي للمنطقة ولهذه الدول. علينا نحن أن نساهم بدعم هذه المبادرات، وأيضا بأن يكون في هناك دور أكبر لدول المنطقة من خلال هذه التكتلات ومن خلال هذه التحولات الاقتصادية. شو بيعني؟ بيعني أن يكون هناك تمركز أكبر للخدمات المالية، الخدمات الاقتصادية بدول المنطقة، أن يكون هناك سياسات بتساهم بدعم أو تشجيع الاستثمار للإتيان بهذه المنطقة، أن يكون هناك استقرار اقتصادي يدعم هذه التحولات. هذا الأمر هو أمر أساسي وحيوي، بيساهم برفع مستويات النمو، ويساهم أيضا بخلق وتوسيع الشراكة الاقتصادية حتى بين دول المنطقة كإطار جديد للتعاون. نشكر وقتك سيد جهاد أزعور، وأنت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. شكرا على استضافتي. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية مقابلة خاصة. إلى اللقاء.